اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن اتقل حاجات في الاتش اي في، اتكلمنا عن البيزكس، وبعد كده اتكلمنا عن الكلينيكال كورس والدياجنوز. اما بقى في الفيديو ده هنتكلم عن حلويات الاتش اي في، هنتكلم عن الروتين اتش اي في بروفلاكسس والاوكيوبيشنال بورس اكسبوجر بروفلاكسس والفاكسين الريكومندد في عيال الاتش اي في. معاكم دكتور احمد سامي ودي ميراكي اكاديمي. ندخل بقى في الروتين اتش اي في بروفلاكسس. نبدا بالعيان اللي السي دي 4 كاونت اقل من 200. اهم بروفلاكسس هنا هو البي سي بي بروفلاكسس. طبعا ما ينفعش ننسى الدواء المستخدم في البروفلاكسس وهو الترايميسوبريم سلفانوزازول. اشهر سايد افكت للترايميسوبريم سلفانوزازول جي اي تي ابسيت نوزيا وبومتر، وبتحصل غالبا بسبب الاريتيشن للجي اي تي ميكوزا. لكن ما ننساش ان الترايميسوبريم سلفانوزازول ان في صلفه، وعندما تصفر الصلفه تسكر الالرجي. تعرف ان في 10% من البوبوليشن عندهم صلفة الالرجي، فلو العيان عنده الالرجي هتلاقيه بيديفلوب راش. طب هنا ايه هو البديل؟ البديل بيبقى توفاكون اور دابسون. طيب العيان اللي السي بي 4 كاونت اقل من 150، اهم بروفلاكس هنا هو الويستوبلازميوس بروفلاكسس، وبيكون الدواء الاتراكنازول. العيان اللي السي دي 4 كاونت اقل من 100، اهم بروفلاكسز هنا هو التوكسوبلازموس بروفلاكس، وبيكون ترايميسوبريم سلفانوزازول. اخر حاجه معانا في البروفلاكسز، البروفلاكسز ضد الفارسيلا زوستر. ده مش روتين بروفلاكسز، ولكن لو الشخص كان كلوز كونتاكت مع شخص تاني عنده تشيكن بوكس او شينجن، والشخص ده ما عندوش اي هيستوري فيروسيلا قبل كده او نيجاتيف انتي بودي للفيروسيلا، البروفلاكسز بيكون فيروسيلا ميونوجلوبين، والمريض بياخده في خلال 4 ايام من الاكسبوجر. لازم تعرف هنا قبل ما نخلص موضوع الروتين بروفلاكسز، الروتين بروفلاكسز للماك نو لونجر ريكومندد. كانوا بيدوا زمان الازيثروميسين لما السي دي 4 كاونت يكون اقل من 50، لكن دلوقتي خلاص الكلام ده انتهى. بسبب ايه؟ بسبب ديكريز انستنس اوف ماك، بالذات لو المريض على الانتي ريترو فايرال دراجز. ما ننساش مفيش روتين بروفلاكس ضد الهربس، مفيش روتين بروفلاكس ضد السي ام في، مفيش روتين بروفلاكس ضد الكاندا، مفيش روتين بروفلاكس ضد الكريبتوكوكس. ندخل بقى في موضوع الاوكيوبيشنال بوست اكسبوجر بروفلاكسز. امتى يبقى البروفلاكسز ريكومندد او انديكيتد؟ بص يا سيدي، البروفلاكسز بيبقى ريكومندد او انديكيتد لو حصل هاي ريسك كونتاكت. ايه هو الهاي ريسك كونتاكت ده؟ ان الميوكوس ممبرين او النون انتاكت سكن حصل له كونتاكت مع سيمن او بلاد او فاجينال سيكريشن، او ممكن نقول البيرتينس اكسبوجر. ومعلومه مهمه تاخد بالك منها، ان الريسك اوف اتش اي في سيرو كونفرجن فولوينج نيدل ستيك اكسبوجر از لو، حوالي 0.5%، وبتحصل مينلي وذ ذا هولو بور زي المريض اللي بيعمل فلوبوتومي، مقارنه بالسوتشر نيدل يوز. عشان الناس بس تطمن شويه يعني. طيب كين بيست نيكس ستيبل مانجمنت، بتعمل اتش اي في تيستنج ان ذا فيرست فيو اور تو استابليش بيز لاين سيرولوجيكال ستيتس، زين التيستنج شود بي ريبيتد ات 6 ويكس 3 مانثس اند 6 مانثس. طيب المريض بياخد ايه؟ بياخد مور ذان 3 دراجز ريجيم، 2 نيكلوسايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور اند انتجريز انهبيتور زي الريلتاجرافين. وكده يبقى خلصنا موضوع الاكيوبيشنال بوست اكسبوجر بروفلاكسس. ندخل بقى في الفاكسين ريكومندد ان اتش اي في اند انزيبيشن. اهم قاعده في الفاكسين، ما تستخدمش اللايف اتنويتد فاكسينز. ليه؟ لان في ريسك اوف سيستميك سبريد. ندخل بقى في الفاكسين. واحد، الانفلونزا فاكسين، وبياخده انيولي ولكن في صوره ان اكتيفيتد فورميوليشن اللي هي الاي ام. طب ليه مش بدي النيزال فورميوليشن؟ لانها لايف اتنويتد. طب ليه بدي الانفلونزا فاكسين؟ لان مريض الايدز في ريسك ان يديفلوب كومبليكيشن من الانفلونزا انفكشن، واللي اشهرها سكندري نيمونيا.
فاكسين معانا لازم عين الايدز ياخده هو النيوموكوكال فاكسين. بياخد البي سي بي 13 مره واحده عند البي سي بي 23 بعد 8 اسابيع وبعد 5 سنين وعند سن 65 سنه. تاني فاكسين معانا وهو الهيباتيتس بي فيروس فاكسين. اي مريض ايدز ما فيش دوكيومنتد اميونيتي اجينست الهيباتيتس بي فيروس ياخد الهيباتيتس بي فيروس فاكسين. رابع فاكسين معانا هو الهيباتيتس اي فاكسين. في 3 انديكيشنز فور هيباتيتس اي فاكسين. واحد انه يكون مريض كرونيك ليفر ديزيز زي الهيباتيتس سي او بي. 2 الجيز. 3 الاي دي دراج ابيوزرز. خامس فاكسين معانا هو التي داب. مره واحده وكرر التي دي ولا 10 سنين. خلصنا موضوع الروتين اتش اي في بروفلاكسس وموضوع الكيوبيشنال اكسبوجر بروفلاكسس وموضوع الفاكسينز ريكومندد ان اتش اي في. اتمنى ان يكون الفيديو كان سهل وبسيط ولذيذ، وزي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان ده حلويات الاتش اي في. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نتكلم عن التريتمنت، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.